عند مرور السفن العملاقة في القنوات أو الممرات المائية الضيقة تواجه صعوبة في المناورة بسبب العمق المحدود والسرعة البطيئة. هنا يأتي دور القاطرات. القاطرات موجودة من أوائل القرن 19 ودورها أساسي في عمليات النقل البحري، بحيث أنها تساعد في رسو السفن على الرصيف ومناورتها في القنوات. لا يغرك حجمها الصغير، فهي تقدر تدفع وتسحب سفن أكبر وأثقل منها بألف مرة، وهي اللي ساعدت في تحرير السفينة العملاقة إيفر جيفن اللي علقت في قناة السويس. محركاتها تنتج من 4 إلى 6 آلاف حصان، وهذه تعتبر قوة هائلة بالنسبة لحجمها. قوة سحبها تقاس بعملية البولارد بول أو سحب مربط الحبال، وممكن توصل بقوة سحب 100 طن. المحركات ليست السبب الوحيد في إنتاج هذه الطاقة، فالقاطرات فيها أنواع مختلفة من أنظمة الدفع والتوجيه المصممة لزيادة قوة الدفع والمرونة في الحركة، بحيث أن مرونتها تعتبر جدا مهمة لأداء مهامها بشكل فعال. تصميم هيكل القاطرة بعد دوره كبير في قوة الدفع، فجزء كبير من القاطرة يعيش تحت الماء بإزاحة كبيرة. كون الهيكل غاط في المياه يزيد الاحتكاك وبالتالي قوة الدفع أكبر. السفن فيها علامات للأماكن المخصصة للدفع والعملية السحب. القاطرة مزودة بونشات قوية وحبال ذات قوة تحمل عالية. من مهام القاطرات الأخرى مكافحة الحريق في البحار أو الموانئ، بحيث أنها مزودة بمدافع المياه، وأيضا تستعمل ككاسحات الجليد. القاطرات البحرية ستكون دائما عمودا أساسيا في قطاع النقل البحري.